شيخ، توجد ظاهرة وهي يوم العيد قبل الصلاة التكبير يكون جماعي ويكون بالميكروفون، وكذلك أيام التشريق بعد الصلوات يكون بالميكروفون. جماعي؟ نعم جماعي، وقياسا على الأذان يقول، على ايش؟ قياسا على الأذان يمسك الميكروفون الإمام، الأذان يقيسوه على الأذان. الأذان أي نعم، طالب أنه مشروع استخدام الميكروفون فيه يستخدم التكبير بعد الصلوات الميكروفون فيه، ما أدري في باس التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيدا بأدبار الصلوات، وكذلك في ليلة العيد عيد الفطر ليس مقيدا بأدبار الصلوات، فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر، ثم كونهم يجعلونه جماعيا فيه نظر أيضا لأنه خلاف عادة السلف، وكونهم يظهرونه على المناير أيضا فيه نظر، فهذه ثلاث أمور كلها فيها نظر. والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة ثم إذا فرغت كبر، وكذلك المشروع أن لا يكبر الناس جميعا بل كل يكبر لوحده، هذا هو المشروع. كما في حديث أنس أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم المهل ومنهم المكبر ولم يكونوا على حال واحد.